بأن أغلبية المشاكل اللي وقفنا عليها ديال النساء المطلقات هي المشاكل الاقتصادية والاجتماعية. المشاكل الاقتصادية على اعتبار أن النساء اللي عالجهم هذا المشروع بطبيعة الحال اللي كيمثلوا عدد من الفئات الأخرى، للأسف اللي ما كانتش الإمكانية ديال أننا نشتغلوا معاهم، هم كيجيو أصلا كيتزوجوا ما عندهمش استقلال اقتصادي، فتبعيتهم الاقتصادية لفائدة الأزواج كتنتهي من بعد انتهاء العلاقة الزوجية، كيولي المرأة عرضة للشارع. وهذا الشيء للأسف علاش عدد من النساء المطلقات للأسف على أنهم يتم اختيار مالغري ال كيتم اختيار طريق آخر غير الطريق الصحيح السليم. بالتالي فالمعالجة أو التمكين الاقتصادي ديال النساء هو سبيل أول وأخير من أجل الاستقلال الاقتصادي، يعني التمكين الاقتصادي هو عامل مهم من أجل استقلالهن الاقتصادي. المشكلة الثانية هي النظرة المجتمعية اللي كتنظر للمرأة، للأسف الأصل ديالها كتنظر للمرأة نظرة دونية، وبالتالي من بعد الطلاق فالنظرة كتزداد دونية أكبر من الأول. بالتالي الأمرين معا خاص نشوف فيهم بشكل متوازي، أولا التمكين الاقتصادي لفائدة النساء، وهذا الشيء هو اللي اشتغلت عليه جمعية حقوق وعدالة من خلال التكوين ديالهم وإدماج عدد منهن في سوق الشغل، أو من خلال إقامة عدد من المشاريع الاقتصادية لفائدة عدد من النساء المطلقات في وضعية طبع، وإلى جانبها الحملات التحسيسية والتوعوية وتنظيم لقاءات مع متخصصين في سبيل تغيير هذه النظرة ديال المجتمع للمرأة المطلقة. فيما يتعلق بالمشاكل اللي كتعاني منها المرأة المطلقة الحاضنة، إذا بغيت نعرفوا، هي المشاكل اللي كتعاني منها المرأة من خلال مقتضيات مدونة الأسرة. ولهذا كان أعتقد بأن المراجعة ديال مدونة الأسرة ينبغي أن تأخذ بالاعتبار المشاكل التي تعاني منها المرأة الحاضنة، سواء من خلال محاولة ديال حماية الأطفال اللي هم المحضونين والتي ما كتسعفهاش المقتضيات القانونية، أو من خلال النظرة ديال المجتمع ليها اللي كتشوف لهذه المرأة على أنها لعبة مستعملة، ما يمكنش أن نديروا فيها الثقة لشهادة أخرى، وما عندهاش الحق مازال على أنها تعيش حياة جديدة ديالها. من خلال مثلا فاش كنتكلموا على المرأة المطلقة الحاضنة، فزواجها زواج الحاضنة يسقط حاضنتها إذا كان الطفل تجاوز 7 سنين، وبالتالي حتى لو تجاوز المحظون 7 سنوات فالمرأة التي تتمسك بأطفالها كيولي عندها الاختيار ما بين أنها تكمل حياتها مع زوج آخر وما بين أنها تكمل حياتها مع الطفل المحظون. فإذا اختارت أنها تكمل حياتها مع زوج آخر فخصها تخلى على الابن ديالها، لأنه كيصبح الحق من أجل إسقاط الحاضنة ديالها. هذا الأمر المعالجة ديالو أو المقاربة ديالو خصها تكون مقاربة شمولية. اليوم كنت تحدثت خاصة على النظرة ديال المجتمع للمرأة المطلقة اللي كيجعل الوضعية ديالها في المغرب من بعد الطلاق أصعب من وضعيتها قبل من الطلاق. كان أعتقد على أن النظرة الدونية اللي كتعرض لها المرأة هي أهم الإشكالات اللي كتعاني منها، وبالتالي كتكون المرأة للأسف المطلقة هي أكثر استهدافا من المرأة العادية. إحنا كنعتبر أن المرأة المطلقة، المرأة عموما تعاني من واحد النظرة حاطة بالكرامة، ولكن كان أعتقد بأن الأمر كيكون أخضع حينما يتعلق الأمر بالمرأة المطلقة. هذا المسألة الأولى. المسألة الثانية هي أن المساهمة ديال المرأة عموما في التنمية ما يمكنش على أنه يتحقق إلا إذا تم التعامل مع المرأة ككيان. فالأصل أنه التعامل مع المرأة للأسف هو كشيء، وبالتالي هذا الشيء علاش أنا كنقول بأنه مراجعة مدونة الأسرة خاصه ياخذ بعين الاعتبار المرأة ككيان ماشي كشيء، ولا اتخذت ككيان. فأنا كان أعتقد على أن معالجة المقتضيات القانونية إذا مشى بالطريق الصحيح خاص يمشي إلى جانبه الحملات التوعوية والتحسيسية. Je m'appelle Churlorsen,
J'ai l'honneur d'être l'ambassadeur de Norvège auprès du Royaume du Maroc. Aujourd'hui, nous avons une conférence et un séminaire pour clore un projet que l'ambassade de Norvège a soutenu de manière financière avec l'association Droit et Justice. Le but du projet, c'est de mettre la lumière sur la stigmatisation de la femme divorcée et la situation précaire dans laquelle quelques-unes des femmes divorcées peuvent se trouver. Je dois dire que l'ambassade est très contente du projet qui a dépassé les buts établis au préalable. Et nous sommes aussi très contents du fait qu'on a pu assister à un plaidoyer sur une question très importante. Et nous espérons que notre soutien et les idées mises en avant dans ce projet pourront être continuées et pourront être une vraie inspiration pour ceux et celles qui vont changer les lois ici au Maroc d'ici les prochains mois. Merci. 3 ans. Le projet en soi a duré 3 ans. Mais notre association, notre collaboration, notre partenariat avec Droit et Justice, a duré bien plus que cela. Mais Droit et Justice nous ont approchés avec une idée d'un bon projet, le projet qu'on clôt aujourd'hui. Et donc, l'ambassade de Norvège a trouvé qu'il était possible de soutenir ce projet مشروع financièrement. ديال إدماج النساء المطلقات في وضعية صعبة، فهو واحد يعني في واحد البرنامج اللي كان داز في واحد المدة ديال 3 سنوات، يعني من 2021 حتى 2023، بدعم من السفارة الدنماركية، السفارة النرويجية بالمغرب. فهذا المشروع هو كيهم بالأساس لرفع التمييز والحقرة والتهميش ضد النساء المطلقات، لأننا لاحظنا في الواقع بأن العنف فهو يطال النساء بشكل عام، ولكن النساء المطلقات فهو عندهم واحد يعني بحال نقولوا دوبل 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 فيولونس. علاش؟ لأن المجتمع أولا حتى الأسرة ما كتقبلهاش، لأن كتقول لك أنا ما عنديش بنت أنا اللي كتطلق، وهما كيشوفوا بأن هذيك المرأة اللي طلقات بمعنى هي مستعملة، فقابلة أنها تقدر انها دير الفساد، قابله انها قابله كذلك انها ما نجحتش العلاقه ديالتها، ما نجحتش الكوبل ديالها، ما قدرش تصبر على والديها، على ولادها، اسمح لي. دونك هادو كلهم مشاكل اللي كتخلي ان هادوك النساء كيكونوا في واحد لا زون دو فيرنيتور، يعني واحد لا زون الحضره ما كيقدروش يزيدوا القدام في الحياه ديالهم. فلهذا حنا المشروع ديالنا فهو تركز اساسا على المرافقه النفسيه، لان مهمه، لقيناها مهمه. هاد المرافقه النفسيه اللي اشتغلت على 36 نساء، اللي قدرت ديبلوكي 36 امراه مطلقه اللي استفدوا من المرافقه النفسيه، واكثر تقريبا 600 امراه اللي قدرنا اننا نستقبلوها ونديروا لها لوريونطاسيون، ونديروا لها لاكومبانيومون جوريديك، ونديروا لها لاكومبانيومون سوسيال اي لاكومبانيومون ايكونوميك. اما بالنسبه للمرافقه النفسيه فهي همت غير 36 نساء. علاش؟ لان حنا كنعرفوا بان المرافقه النفسيه ما يمكنلاش تكون في دي جروب، حيت كانوا سو فورم دو فوكس جروب. الفوكس جروب ما يمكنش يكون بزاف، الا كانوا بزاف ديال يعني ان جروب اللي فيه 20 30 في حصه واحده ما غاديش يستافدوا. داكشي باش حنايا خدينا يعني كان قرار باش اننا يكون عندنا لانديكاتور ديال هذوك النساء فهو يكون صغير. هذه من جهه. من جهه ثانيه فهو مشروع سان بروجي بيلوت كما كنقولوا، غير تجريبي، حيت حنا كنقولوا يمكن من خلال المدخل ديال المرافقه النفسيه نقدروا نرفعوا التمييز ضد هاد النساء، لان هاد المرافقه النفسيه اشتغلت كذلك حتى على الاسر ديالهم، لانهم باش يتقبلوها وفاش كنشتغلوا على النساء وكنشتغلوا على الاسره ديالهم فهو كينعكس ايجابيا على الاطفال ديالهم. هاد المشروع كان دار فيه دي زاكسيون دو سنسيبيليزاسيون لي اترافير لي كاريكاتور، اترافير دي فيديو اللي اشتغلنا عليهم. كذلك حتى درنا واحد لا كومبان اللي هي مازال تقدر تشوفوها في لو ريزو، يعني في لي ريزو سوسيو ديالنا، ديال الهاشتاغ جا الوقت، يعني جا الوقت باش نحيدوا التمييز، جا الوقت باش اننا نديروا لا ريفورم دو كود لا فامي، جا الوقت باش نديروا التغيير في الحاله، او لا التغيير في المجتمع كيف ما بغيناه، اللي غادي يكون اونيان، واللي غادي يكون كيستجب متطلبات ديال هذا المجتمع، وكذلك لا ديريكسيون اللي فاش غادي، التطور اللي غادي ليه المجتمع المغربي. الشق الثالث هو الترافع. الترافع كنا خدينا توصيات، خدمنا على توصيات اللي تمكن من ان باش يكون عندنا قانون مدونه اسره اللي يكون يعني عادل،
لا بالنسبه للنساء لا بالنسبه للاسره، ولكن كذلك حتى بالنسبه للنساء. الاعمار كانوا حيت ما كان زعما عندنا دي كريتير، حيت حنا كانوا عندنا لي دي فام اللي كان عندها 19 عام حتى حتى 50 عام، يعني ما كانش عندنا هذا، ما كانش عندنا ان كريتير ديال لا فام، حيت لا فام كيف ما كان العمر ديالها هاد يعني مطلقه، فهي كتعاني من تهميش. على باقي على الدول الاخرى. الو حنايا السي هما اللي مولونا، حيت حنا عندنا مشروع كاينين، خصكم تعرفوا بان المجتمع المدني كيكون عندهم مشاريع، هذوك المشاريع باش كيتمولوا فهو كيكونوا كمسابقات، لان كتشوف كتمشي كتعطيه للمساندين اللي كيقدر انه يكون كيشوف فيه انه يقدر عنده الامكانيات وكيتماشى حتى كذلك حتى مع الـ يعني لي زوريونطاسيون ديالو باش كيقدر انه يمولوا، بمعنى راه ماشي حنا اللي كان اختيار ديالنا هذا، وان حتى الاشتغال ديالنا مع السفاره النرويجيه ماشي زعما حديث العهد، فهو كان قديم، كنا اشتغلنا بزاف معاهم يعني في السنوات الفارطه، في دي زاكتيفيتي اللي كانوا هكا مثلا ندوات، الا كانوا هكا مثلا دي رونكونتر ولا شي حاجه كنا كنشتغلوا عليهم. كما قلت لك حنا مش حنايا جمعيه حقوق وعداله، فهي صوبت يعني مذكره ترافعيه مع مجتمع مدني اخر، اللي كانت هذيك الجمعيات يعني بمعنى هاد التوصيات اللي كتستجب للطموحات ديالنا وكتمشي مع لي كونفيكسيون ديالنا، فحنا اشتغلنا عليهم. وكما قلت لك حنا التقينا مع اللجنه، يعني كنا رسلناو مع اللجنه المكلفه بمراجعه مدونه الاسره، وتقدر زعما نقدر نصيفطها لك وتكون عندك. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.